هنا في وسط العاصمة الأردنية عمان يقع واحد من أقدم الأسواق المتخصصة بالفاكهة التي يطلبها الأزواج لزوجاتهم الحوامل والتي يطلبنها بدافع الوحمة، وهو مفهوم ارتبط ذهنياً لدى الموروث الشعبي بينما تتمناه أو تشتهيه المرأة من فاكهة، وفي حال عدم تناولها فإنه تظهر على المولود علامات جلدية كالشامة، هكذا يعتقد البعض. ومنذ خمسينيات القرن الماضي كانت دخلة سوق الوحام مقصداً للأزواج الذين يطلبون الفاكهة في غير موسمها، لكنهم يجدونها مخزنة عند أصحاب المحلات المختصة. إرم نيوز زار سوق الوحام وأزاح الستار عن قصص طريفة حصلت فيه، كان أبرزها إصرار زوج على تأمين فاكهة الحرنكش لزوجته التي توحمت عليها أثناء حملها. بدأنا بسوق الوحمة من سنة 1948، ورثت المهنة هاي عن طريق والدي. فيعني احنا منوفر الفواكه اللي مش موجودة بوقتها، يعني الناس مثلا بيجي بدهم فاكهة الحرنكش هذه مفقودة ونادرة، منوفرها، منجيب هذه من مصر. منوفر مثلا اللوز الكرز بغير موسمه بغير أوانه، الجوز الهند الكستنة بغير أوانه، منوفرها لزبائننا إن شاء الله. أصحاب المحلات هنا يقومون بجمع مختلف أصناف الفاكهة الصيفية وتبريدها وتجفيفها داخل برادات لبيعها في فصل الشتاء، ويقومون بعكس ذلك مع المنتجات الشتوية، وقد توارثوا هذه المهنة عن أجدادهم الذين أسسوا السوق قبالة أشهر المطاعم والمواقع السياحية في وسط البلد. المحل كان جدي اللي مؤسسه، ما فاتحه من الستينات، فبداية الموضوع كانت عندهم مشكلة بالخضرة بالفواكه، لما بده يعمل كوكتيل وهيك كان الفواكه يتغلى فيها بالشتاء، فاضطر انه يفرزها. خلال الشتاء يجوا الناس يسألوا بدنا فواكه مثلا مثل كرز مثل شمام درة كاكا وهيك شغلات، شو السبب؟ والله مرتي عم تتوحم وجاي على بالها مش ملاقي، يعطيهم. فكانوا يعطوه انه بمقابلها يعني شغلات هيك بعينية. من هون بلشت الفكرة مع جدي انه صار يجيب فواكه الصيف خزنها ويفرزها ويطلبها للشتاء، مين ما بده يطلب يكون موجود. فكافة الفواكه سواء كانت تستخدم للكوكتيل أو ما تستخدم للكوكتيل صار يفرزها، من الفواكه الصيفية للشتاء والفواكه الشتوية للصيف، بشكل عام كانت كامل الفواكه تكون عنده موجودة. والله أنا جيت بجوز قبل 20 سنة، كان يعني هذا السوق هو حام، فسألت دلوني عليه هون وإجيت، كان أيامها مرتي بدها لوز، فإجينا في وقت ما فيش فيه لوز، وكان في موجود عنده صحيح لوز كرز أخضر، أي إشي مفقود ممكن تلاقيه عنده. ورغم أن المولات الكبيرة أصبحت توفر العديد من الفاكهة في غير موسمها، إلا أن سوق الوحام ما زال المقصد الأول للحوامل، ويأتيه الأزواج عادة لأخذ حبة أو حبتين من أصناف مقطوعة وغير متوافرة في الأسواق، تلبية لرغبة زوجته وخوفا من ظهور علامات جلدية على المولود.